وكما عودناكم أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن. رحبوا معي أعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع مع رجل الأعمال المواطن الإماراتي الأستاذ علي عيسى الحوسني، صاحب ومدير عام مجموعة الشركات 17 لأعمال الحدادة ومدير عام منجرة الأشواق لأعمال النجارة. بداية أستاذ علي، مساء الخير. مساء النور، يا هلا وسهلا، شرفتونا بزيارتكم. الله يحييك. يعني أستاذ علي، كما جرت العادة في برنامجنا برنامج كفاءات من الإمارات وكل الناس زايد، يعني أن نرجع للبدايات، يعني تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين عن بدايتك، يعني أين ولدت وكيف نشأت وكيف كانت الانطلاقة في حياتك العلمية والعملية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا من مواليد مدينة خورفكان. نعم. وبدايتي بالأعمال بالقطاع الخاص بديت بعمر صغير جدا. نعم. يعني وبديت بعدة مشاريع وعدة أعمال. نعم. واضطرقت لمجالات كثيرة لين ما وصلت لين آخر شيء اللي هو 17 لأعمال الحدادة. نعم. ومنجرة الأشواق، ولله الحمد، والحين مثل ما استقريت على العمل هذا. علي عيسى الحوسني، سعيدين بلقائك ووجودك معنا ببرنامجنا كفاءات من الإمارات وكلنا زايد. يعني تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين كيف اجتك فكرة هذا المشروع، يعني سواء كان 17 لأعمال الحدادة أو الأشواق لأعمال النجارة، كيف اجتك فكرة هذا المشروع وصولا إلى هذا المكان؟ والله بداية أنا مثل ما طرقت لك سابقا بديت بأمور عديدة، يعني على سبيل المثال أول مشروع لي كان عمري تقريبا 16 سنة. ما شاء الله. نعم، أنا الوالد الله يرحمه الله يشتغل بالتجارة. نعم. فكان عندي هوس بالتجارة. نعم. فأول مشروع لي أتذكر كان عمري 16 سنة، فتحت مغسلة تنميع سيارات. نعم. مدينة خورفكان. نعم. هذا الكلام والله بالتسعينات، ما أتذكر بالضبط. نعم. ومن يومها يعني فتحت المشروع هذا، وحتى يومها ما كان عندي رخصة قيادة، وفاتح شغله بمجال السيارات. نعم. واتطرقت لأمور كثيرة واتطرقت لمجالات كثيرة، وبالنهاية وصلت لمرحلة المقاولات. نعم. دخلت بالمقاولات، ما حسيت، ما وجدت نفسي بالمقاولات. نعم. فانتقلت للأعمال الخشبية وللأعمال الحديدية، حسيت فيها متعة. فانشأت بداية 17 تقريبا من 2010. وبدينا وتوسعنا الحمد لله، كنا متخصصين مجال الستانلس ستيل. بعدها اتطرقنا، اتجهنا للأعمال الحديدية، وبعدها الحمد لله اتجهنا للأعمال الألمونيوم والأعمال الخشبية، بعدها بفترة بشراكة بمنجرة الأشواق. نعم. والحمد لله مثل ما أنت شايف توسعنا بنفس المجال.
أستاذ علي عيسى الحسني، نتكلم عن الخدمات اللي بتقدمونها من داخل شركة سفنتيل للأعمال الحدادة ومنجرة الأشواق للأعمال الخشبية والنجارة. نعم، نحن في سفنتيل عندنا جميع الأعمال المعدنية، يعني تشتمل على 3 أقسام. القسم الأول الحديد، القسم الثاني الألومنيوم، والقسم الثالث اللي هو الستانلس ستيل. بداية قسم الحديد، قسم الحديد الأبواب، عندك المباني الاستورات اللي هي الشبرات، نبني الشبرات وجميع الأعمال الحديدية من ضمنها المظلات ومن ضمنها الجريتينج وأمور كثيرة بالمجال الحديد. والقسم الثاني الألومنيوم، الألومنيوم عندنا الأبواب، الشبابيك، عندنا الألومنيوم اليو بي في سي، وكذلك عندنا قسم الستانلس ستيل. قسم الستانلس ستيل المختصين بالستانلس ستيل اللي هو تخصصنا بداية، بداية المشروع كان تخصص ستانلس ستيل، لكن فتحنا على عدة مشاريع مثل ما ذكرت لك سابقا. والستانلس ستيل عندنا الهاندريل، عند الكلادينج، عند الطاولات، عندنا المطابخ، جميع أعمال الستانلس ستيل. نتكلم أيضا عن رؤيتك المستقبلية إن شاء الله خلال 5 سنوات قادمة، وما هي آلية اختيارك للستاف وفريق العمل الموجود معك؟ والله الحمد لله، الحمد لله ونحمد الله على نعمه. نحن بدينا مثل ما ذكرت لك، بدينا بستانلس ستيل وفتحنا لعدة مجالات. فإن شاء الله، إن شاء الله رؤيتي المستقبلية نحاول إن شاء الله نتوسع جميع إمارات الدولة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإذا ربنا أكرمنا إن شاء الله نتوسع عالميا إن شاء الله. إذا الله أكرمنا، وإحنا بدورنا كإعلاميين نتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاح والتقدم إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا ما هي آلية اختيارك للستاف وفريق العمل الموجود معك من داخل هذه المنجرة؟ والله نحن بسفنتيل ولا بالمنجرة، عرج لك على السؤال السابق بس ما استكملت لك. بمنجرة الأشواق كذلك عندنا الأعمال الخشبية اللي هو الأبواب، الديكورات، الكاونترات الخشبية، عندك خزائن الحائط، جميع الأعمال الخشب يعني نقوم فيها الحمد لله. وبخصوص سؤالك الثاني، الجزئية الثانية، الآلية كيفية اختيار الموظفين. الموظف عندنا نحن نختار أول شيء، نعمل له الانترفيو، بعدها ندخله معانا بالعمل ونشوف هل هو لخبرة بالأعمال المذكورة بالسي في أو لا. يعني أيضا من خلال جولتنا الإعلامية في إمارة أبوظبي وبالتحديد في منطقة المصفحة الصناعية، يعني وجدنا سفنتيل أو منجرة الأشواق تمتاز بشعبية عالية. يعني السؤال، كيف كسبت ثقة الناس وصولا إلى هذا المكان؟ يعني وأكيد في منافسة عالية وشريفة في هذا المجال، أين تجد نفسك في هذا المجال؟ والله الحمد لله، يعني نحن ما اكتسبنا الشيء هذا من فراغ. بالعكس، اكتسبنا الشيء هذا بسمعتنا الطيبة. أول شيء منتجاتنا الحمد لله تتميز بالجودة العالية،
وعدنا بالوقت، يعني نلتزم بالوقت مع الزبون. والشيء الأهم من هذا كله اللي يتطرق له سواء المالك أو المقاول، سعرنا منافس، سعرنا منافس للسوق وبجودة عالية. نعم. فهذا الشيء اللي يميزنا نحن بمنجرة الأشواق بسفنتين. نعم، نتكلم عن الأسعار، يعني كنت راح أتطرق لك بسؤال عن موضوع الأسعار، يعني نتكلم شو عن الأسعار، هل الأسعار في متناول أيدي الجميع، وهل هناك عروض خاصة مقدمة من سفنتين أو من منجرة الأشواق للزبائن القائمين عليهم؟ والله عامة بخصوص العروض والأسعار، نحن أنا أي شخص يجيني سواء، يعني بالعكس حاليا مثلا يجوني أشخاص مواطنين. نعم. يجوني أشخاص مواطنين، فمن باب المساعدة الاجتماعية يعني. نعم. يجيك أخ مواطن. نعم. فبالعكس هذا أسعاره مرات تكون أسعاره أفضل من سعر المقاول. نعم. يزعل مني المقاول يقول أعطيت السعر له، أقول. نعم. له مش مشكلة، هذا يبني مرة واحدة وما راح يبني باستمرار. صح. فبالعكس أنا من جدا من الداعمين للمواطنين، لإخواننا المواطنين وسواء الوافدين والمقيمين يعني. نعم. نعم. يعني كما تعلم والكل يعلم والحمد لله أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم في منظومتي نعمة الأمن والأمان، يعني أينما وجد الأمان وجد الاستثمار والاستقرار أيضا. يعني عن منظومة نعمة الأمن والأمان، ويش تنصح المستثمرين اللي بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ والله يعني الحمد لله، الحمد لله دولتنا تتمتع بالشغلة هذه، وهي سابقتنا، سمعتها سابقتنا. نعم. نحن الحمد لله بدولة الإمارات الأمن والأمان، يعني الحمد لله يعني من أفضل دول العالم بالأمن والأمان. هذا الشيء اللي هو مخلي سمعة الإمارات بصورة جميلة، وبالعكس يشجع المستثمرين على أنهم يستثمرون بالإمارات. نعم. يعني عادة كمان في لقاءاتنا ما نستذكر أبونا ومؤسس هذه الدولة، وأنتم من عايشون على الماضي والحاضر. يعني عن كارم الشيخ زايد غمد الروح الجنة يعني ورحمه الله، عما كارم الشيخ زايد ماذا تحدث؟ الله يرحمه الشيخ زايد هو مؤسس الدولة. نعم. هو أسس الدولة والحمد لله، وحاليا إخوانه وعياله ماشيين على دربه. نعم. ونشوف حاليا يعني شو الدولة وين كانت وين صارت. نعم. وين نحن الحين صرنا، وين كنا وين صرنا. نعم. فالحمد لله، ووجه شكري شكر خاص لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظ الله ورعاه. نعم. وكذلك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء. نعم. ولسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه نائب. نعم. ولي عهد أبو ظبي. نعم. ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. نعم. ولجميع حكام الإمارات ولشعب الإمارات. يا سيدي أتمنى لكم التوفيق في مجال عملكم ومزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله. سيدي، هل من رسالة أخيرة عبر قناتنا قناة سما الخليج إلى من شئت، شخص كان داعم إلى خلال مسيرتك العلمية أو العملية؟ والله أتوجه بالشكر لجميع من دعمني، وأتوجه بالشكر لجميع من وقف معاي بفترة ما بديت مشروعي هذا، وفي أشخاص داعمين لي وأشكرهم وأوجه لهم جزيل الشكر. ولكن كلمة أخيرة أوجهها لجميع المستثمرين. نعم. استثمر في الإمارات. نعم. لتنعم أنت وأسرتك بالأمان. ترى الإمارات، ترى بيتنا متوحد يشمل الجميع. إذن أعزائي المشاهدين، لا يسعني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ علي عيسى الحوسني صاحب ومدير عام محدة سفنتين للأعمال الحدادة ومنجرة الأشواق لأعمال النجارة، وكنت ضيف عزيز غالي على برنامجنا برنامج كفاءات من الإمارات وكلنا زايد. شكرا جزيلا سيدي. أنستونا وبالعكس بزيارتكم هذه، وتشرفنا بزيارتكم لنا.
الرايد.